قبل ما ادري مقطع يا حبايب اشتركوا بالقناة، خلينا نحاول نوصل 600 ألف بسرعة وقت، فزر الاشتراك والله ما ياخذ منك ثانية واحدة بس. الخبر الأول اللي عدنا أنشد يا حبايب وللأسف اعتزالها اليوتيوب، فنزلت على حسبها بالانستغرام هذا البوست يا حبايب اللي كانت كاتبة بيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أخذت قراري باعتزال اليوتيوب وشكرا لكل حدا دعمني من البداية وظل معي حتى النهاية، شكرا لكل حدا بالنسبة له كنت قدوة راح تظلوا عائلتي الثانية، وشكرا لنفسي لأني كنت سند لحالي في مجتمع ما بيرحم. طبعا الأغلب يا حبايب متوقع مقلب مثل ما كاتبين بالكومنتات ويضحكون، ولكن للأسف اكو هواية ناس قاعدة يتمسخرون ويستهزئون بكلامها. يا حبايب يمكن هي حالة تمر بحالة سيئة، فالمفروض احنا نعطيها كلام حلو ايجابي، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم باعتزال شدن. ننتقل حاليا لبيسان اسماعيل وسفرها يا ترى يا اما الاردن يا اما دبي، لانه هي حاليا مثل ما تعرفوا انه هي حاليا بالسعودية، وردت انه هي تروح الاردن ولكن تم رفضها بسبب الفحص الكورونا مالتها وما قدرت تحضر حفلة ابو الرب. ولكن نزلت هذا الستوري كاتبة بي: راح ابكي قد ما عملت فحص كورونا هذا اليومين. وبعدين نزلت هذا الستوري تقول راح نسافر لدبي او الاردن، تختار المتابعين يتوقعون. في الاغلب هي حتروح للاردن عم تحضر زواج احمد ابو الرب ويا صبا. عليكم اكتبوا لي بالكومنتات وين توقعاتكم بيسان اسماعيل راح تسافر. ننتقل حاليا لنارين البيوتي ومرضها يا حبايب، فنزلت هذا الستوري من وجهها باين انه هي مريضه، وكاتبه انه انا ما مرضت من برد السويد وانما مرضت من برد السعوديه. في الاغلب يا حبايب انه هي مرضت بسبب تغير الجو بين السويد والسعوديه، البرد والحر شويه. عليكم الله يشفيها يا رب، ان شاء الله ما بها الا خير وعافيه، وادعوا لها يا حبايب بالكومنتات انه الله يشفيها يا رب. ننتقل حاليا لنورمار ورد اذا هو فعليا قاعد يقلد، والناس اللي يتهجمون عليه انه هو قلد محمد رمضان باغنيته مافيا كاسم او كستايل. فطلع مقابله على ام بي سي 4 وسالوه هذا السؤال، هو رد عليهم يب انه حتى لو هو مقلده فهو يفتخر بهذا الشيء، لان محمد رمضان شخصيه قديره. طبعا هو قال انه دائما حاول يسوي شيء جديد، راح اعطيكم المقطع. العنوان حبيبتي مافيا اللي بتشبه اسم أغنية محمد رمضان الشهيرة مافيا. ما رح يقولوا إنه في مافيا مافيا محمد رمضان؟ بالعكس، الفخر هو المشكلة. بتقلده أو بتستخدم السكسس تبعه ولا تستخدم أغاني تاعتك تكون عنوانها نفسه؟ هي ما بتخص أغاني محمد رمضان، بس حتى لو حكوا هو إنسان ناجح طبعا، وما حدا يعني بحد محله إنه أي شيء سوا جديد، فأكيد أنا عم بسوي شيء. ننتقل حاليا للقمر الطاي وسفرها يا حبايب العراق، فنزل شوية ستوريات ويا مرتضى أركان كانوا من داخل بغداد. طبعا هي صارت هواية تروح بين تركيا وبغداد، حاليا هي بغداد، راح لكم ستوريات شوفوها. حبايبي طبعا عارف اليوم كنت ساحب عليكم، مهم الصبح طلعت شوي كان عندي كم شغله كملتها، بس غيرت ملابسي ورجعت طلعت. شوفوا منو لقيت. ايه عشان ايه يا اخي تركيا والله العظيم والله العظيم نورت ام بغداد. يا بدرون اروح لاسطنبول القى هذا، اروح لبغداد القى هذا، وين اطفر وين اطفر؟ والله لكم والله والله حسيت، تدرون شنو حسيت؟ قمر من شافتني حسيت يعني ما ادري الله كريم. ايه بس بابا شوف بغداد شلون ظلمت بابا، انا نورتها بالفلاش هالثاني. إيه. ننتقل حاليا ليارا يا حبايبي اللي نزلت هذا الستوري كاتبه: خلاص خليت يصير عندي جفاف عاطفي، خلاص بس عملوا لي شي رومانسي. اتوقع يا حبايبي هي قصده على الخطوبه اللي صارت بين احمد ابو وصبا، فتريد انه هي تخطب وتتزوج. وعلى سيره الخطوبه يا حبايبي، فنس شايب نزل هذا البوست اللي كان كاتب بيه: راح اخطب رايح اخطب يعني. فتوقع يا حبايبي انه هو راح يخطب بيسان بهذه الفتره، ما ادري صراحه. على الكل الله يدومهم البعض ويحفظهم يا رب. بالختام يا حبايب، احمد ابو الرب وصفا واعلانهم انه هو حاليا صور مقطع عن الخطوبه وراح يمنتجها حتى يكمل كامل، ان شاء الله ينزلنا باكر فلوق الخطوبه. طبعا راح احط لكم الستوريات شوفوها. اوف امبارح كان يوم مجنون. عم برسل كثير من المزيات، هل صورنا فيديو للحفله؟ ان شاء الله يس صورنا فيديو للحفله، واليوم رح نسهر الليل وحنمنتج وحنحاول نزله بكره، فترقبوا. والفيديو حيكون كثير حلو، يعني كثير كان في فريق ضخم للتصوير، فيس. وبصراحة حبايبنا وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تفجروا المقطع باللايكات، وبس مع السلامة.